أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: توجد ظاهرة بين أوساط بعض الشباب الأخيار، وهي أنهم يتقصدون بعض أئمة المساجد للصلاة خلفهم، ونتيجة لهذا التجمع أصبح بعض هؤلاء الأئمة يطيلون القراءة إطالة واضحة في صلاة الفريضة، ويبالغون في وضع أجهزة المحسنات الصوتية، فهل من نصيحة لهؤلاء؟ هذا في الحقيقة فيه محذوران. المحذور الأول أن هذا من التذوق، تذوق الأصوات، ما هو برغبة في الصلاة وإنما هو تذوق للأصوات، صوت فلان أحسن من صوت فلان، وما جاء رغبة في الصلاة وإنما جاء ليسمع الصوت فقط. الناحية الثانية أن هذا يحمل بعض الأئمة على المباهاة، فإذا رأى الناس يجتمعون عليه فإن هذا يزيده إعجاباً، يزيده إعجاباً في قراءته، ربما يتكلف في القراءة ويتكلف في تضخيم الصوت، وهذا يخرج العبادة عن كونها ذلاً وخضوعاً واستكانةً لله إلى كونها مباهاةً ورياءً ولا حول ولا قوة إلا بالله. المسلمون يصلون في المساجد ويحيون المساجد، وكل إنسان يصلي في المسجد القريب منه لأجل يعمر المسجد. وأيضاً هذا فيه إساءة إلى أئمة المساجد الذين يتركهم جيرانهم، أئمة المساجد الذين يتركهم جيرانهم ويذهبون إلى المساجد الأخرى، فهذا يحدث في نفسية الإمام، يحدث فيها نوعاً من الهضم، وربما يكون في نفسه أنهم يلاحظون عليه شيء أو أنهم يرون عليه شيء مخل بالصلاة، ويتركه الناس من أجل ذلك. فإذا رأوا هذا يذهب وهذا يذهب وترك هذا الإمام وهذا المسجد، قال الناس: ما فعلوا هذا إلا لأن الإمام فيه شيء أو عليه ملاحظة. فينبغي للمسلمين أن يتقصدوا في هذا الأمر، وأن يتركوا عنهم المباهات، وأن تكون العبادة خالصة لوجه الله عز وجل. نعم.